مرحبا يا حلوين، كيفكن؟ يوم جديد مع ورودي. اليوم حبينا ناخذ ورودي مشوار على الحديقة والملعب والمسبح، ينبسط ويلعب شوي. ومثل ما شايفين هلا ورودي بالماركت عم ياخذ اكلاته الطيبين للمشوار الحلو، فالله يستر، بده الماركت كله ناخده معنا. خلينا نشوف شو رح يصير معنا وشو رح يختار ورودي. أخذ لي شغلات طيبة ونحن على المسبح، خليكن معنا. ورودي تعال حبيبي، تعال عندي بسرعة. تعال شوف، قرب، وقف لي هون. هلا رح تلعب سباق انت وحمودي، تمام؟ وبهذا السباق اللي بيفوز بياكل غزلي. وبما انه انتوا الاثنين اولاد صبيان، شو رح نجيب؟ رح نجيب غزلي زرقاء. شو لونها؟ زرقاء ليكا. يلا ناخذ غزلي زرقاء. قول له لعمه بيتاني لطفا. يلا قول بيتاني، قول بيتاني ما في لطفا. بيتاني ما بيري من السمج. يلا خذها من عمه. قول له شكرا. شكرا سيدي. قول له تشافي زلم. يلا وروبي. بسالي يلا اعطيه عمه. قول له باي باي. ازرق لورد وزهر لماما. هلا رح يبلش السباق، واللي بيفوز بياخد الغزلي، بس بشرط السباق رح يكون مختلف. والرودي رح يكون على البسكليت، وحمودي رح يكون ماشي او راكد جنبه. حمودي انت سايره، ايه يعني حاول ما حاول تربحوا. ايه يلا 1 2 3. يلا روح. يلا عم يلا 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 صار لازم انا ارقد. طبعا باول محاوله ورد زعل. شو صار؟ شو صار؟ لحظة شوي، شو صار؟ ليه زعلت؟ هو قال أنا فزت. طب وين ضربت؟ طب لحظة. طب يلا خلونا نشوف هلا، عيدوا التحدي، نشوف مين رح يفوز. يلا عيدوا التحدي، طلعوا لوين؟ ماما شايفين هاي النافورة المدورة الدويرة؟ شفتوها؟ ارقدوا لعندها. يلا امشي يا ورد لعندها. 1 2 3. حمودي فرمال الله، حاولت سايره. الاولاد ايه بتكون مسايرة، ايه بتكون مسايرة. فضاع مين اللي فاز؟ مين اللي فاز؟ ماما بتربح معنا. يلا وين ورد؟ يلا عمي وين ورد؟ وين ورد؟ تحول لغزلي. صحة ورد البطل السريع. يلا هلا شو لازم نعمل يا ورودي؟ اكلها بايدي. لازم نطعمي حمودي لانه هو خلاك تربح. شكرا. وين ورد؟ شايفين شو هو خلصت؟ ايه. يلا وين نكبها هلا هاي؟ ياي ما في ولا حاوي قريبة يا ورد. وين راح نكبها؟ في حد هونيك بالحاوي. وين؟ هونيك بالحديقة القديمة. هلا الكاميرا في ايدك. شو ورودي؟ نطيت بالمسبح؟ فرجيني حالك؟ حلو السباحة؟ ليك عندك عضلات بالون. يلا تعال البس ماما بردت. كنا شو صار معك ورودي؟ وقلت اللي انت عطتني اياها ركبت الكاميرا الجوبرو ونطيت طلع صوت من قلبها.
هيك. كيلي شو صار معك؟ طلع الصوت هيك. كيلي لما نزلت على المي انت نطيت تمام؟ شو صار معك؟ شو حسيت؟ حسيت انه الكاميرا كانت بايدي وحسيتها كانت رح توقع عن جد. ايه وشو صار؟ طلع صوت؟ ايه طلع صوت من فوق. شو هو؟ انه انت حكيته وحمودة حكيته. شو صار؟ شو حكينا؟ وقت حكيته نزلت عليه طلع صوت هيك. صرنا نقول والرودي رح يغرق والرودي. وهلا يا حلوين بعد ما خلصنا المشوار رجعنا على البيت رجعنا البسكليت لانه ورودي جننا بالبسكليت وحمودي تعب كثير معنا اليوم الله يعطيه العافيه. فرجعنا على البيت رجعنا البسكليت وهلا صار لازم شو نعمل يا ورودي؟ نشتري الطنطونه. وين صفنان يا ورودي؟ لازم نشتري الطنطونه الطيبه. ورودي يا حلوين بحب الطنطونه كثير كثير. هاي اكل الطنطونه. هلا رح نشتريها سوا. يلا ماما تعال الكل وين ابو الطنطوني من هوني. يلا بدي عيران. عيران ايه يلا تكرم عيران ماشي نموني. هلا تاخذ العيران وغسل وجهك. اوكي يلا وهيك بنكون خلصنا المشوار لعبنا وتسلينا وسبحنا وغرق اكلات طيبين وكمان كنا غرقت وتغدينا بعدين شو اكلنا طنطوني وخلصنا وهيك بيكون خلص نهارنا الحلو مع ورودي لليوم. وهيك بيكون خلص نهارنا. ولا شو لازم نعمل يا ورودي؟ هلأ لازم نتحمى وتنام وترتاح ونام وترتاح وباي.